التي خلفها لنا زعماؤنا المناضلون الذين أسسوا كتلة العمل الوطني واستمرت الكتلة إلى أن برز من رحابها حزب الاستقلال، وما يزال الحزب يقود البلاد في طريق الاستقلال الصحيح إلى اليوم وإلى الغد وإلى ما بعد الغد إن شاء الله. حضرات الإخوان والأخوات، الأخ محمد مصطفى تحدث عن الوحدة الوطنية في صفوف حزب الاستقلال، وأؤكد لكم أن هذه الوحدة هي السر، السر لا أقول الخفي ولكن السر الظاهر في نجاح الحزب وفي بقائه طول هذه المدة الطويلة. حزب الاستقلال أكثر الأحزاب في العالم تقريبا التي تعرضت للنكسات والضربات من جميع جهات أعداء العدوى من الاستعمار ومن أعداء الاستقلال ومن الهجرية ومن المتخلفين عن الركب ومن الذين كانوا يرون المغرب بلادا مستعمرة وستظل مستعمرة إلى الأبد. في وجه كل هؤلاء قال حزب الاستقلال لا، لا الاستقلال أولا، الاستقلال أولا، الاستقلال أولا. حزب الاستقلال انتصر، انتصر على المسيح وانتصر على غيره ثانيا، انتصر على المسيح لأنه خرج من فكرة أمل في إصلاحات غيرية تأتي من الخارج من الاستعمار مثلا، وأؤكد لكم وأنا عشت هذه المرحلة التي أتحدث عنها، وأؤكد لكم أنه لا أحد من الوطنيين الذين أنشأوا كتلة العمل الوطني أو الذين استمر بهم العمل إلى أن أنشأوا حزب الاستقلال، لا أحد منهم كان يعتقد الخير أو يؤمن بالخير يأتي في ظل الاستعمار. كلهم كانوا يقولون الاستقلال، يقولونها سرا حتى إذا كانت 1944 على صناعة قالوها جهرا